استضافت جامعة طنطا فعاليات الندوة التوعوية الطلابية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بنشارك مع محافظة الغربية الحقيقة في الكثير من الاستشارات الهندسية، في كثير من الأنشطة المرتبطة بحياة كريمة، بالإضافة أن احنا بنشارك بالقوافل التنموية والقوافل الشاملة في المحافظة، ومش بس في المحافظة الحقيقة ولكن كمان خارج المحافظة. موجودين في ضيافة رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات على وإخواتنا الطلاب علشان نعزز من مفهوم العمل المجتمعي وثقافة العمل الأهلي والتطوعي. كان في البداية حابين نوجه للطلبة يعني إيه حياة كريمة، حياة كريمة عملت إيه بمناسبة يعني إحنا خلاص قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء. الندوة النهاردة كانت بخصوص توجيه رئاسي إننا نازلين علشان نعمل توعية لإخواتنا الطلاب بأعمال مبادرة حياة كريمة وإزاي بتتم في المركز زفت عندنا الأعمال كلها، بداية من أعمال البنية التحتية وكمان تطوير اللي عندنا اللي هي الخدمات، سواء كان تعليم سواء كان صحة سواء كان بناء عنصر الإنسان عموماً.